فيهم دوري في كرة القدم. هذا دوري خاص بالمنطقة ديال سيدي زبعلي، واستحضار روح واحد الشخص اللي كان صديقنا جميع، اللي هو السي عزيز العميم. عزيز العميم كان ودعنا في صمت صديق الرياضيين، ماشي في مراكش ولكن حتى خارج مراكش. ولكن مشكورة جمعية أمل المصلى اللي دأبات أنها تنظم هذا الدوري، باش على الأقل نستحضروا الاسم ديالو، يبقى يروج هذا الاسم ديال المرحوم عزيز العميم. جمعية المصلى إذا ستنظم بشراكة مع المجلس الجماعي لمراكش ومقاطعة سيدي زبنعي النسخة الثانية من دوري المرحوم عزيز العميم. خلال هاد الدورة وخلال هاد النسخة هذه سيتم تكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية بالمدينة. نذكر بها النسخة الجديدة والنسخة الثانية ستنطلق يوم الخميس القادم بعقد ندوة فكرية في كرة القدم بسيدي يوسف بن علي، فرق الأحياء، العصبة والهوات، أيو مستقبل. خلال هاد النسخة سيتم أو خلال هاد الندوة سيتم تكريم نور الدين السبع رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة لعصبة مراكش أسفي لكرة القدم. معايا نبيل الخفيقي، أولا هو صديق عزيز العميم، هو ولد سيدي يوسف بن علي، ترعرع تربى تماك وخاذ على العاتق ديالو انه هاد النسخه او هاد الشخص يبقى يكرم كل سنه من خلال هاد الدوري. سي نبيل الخفيقي مرحبا بك. مرحبا زميلنا سي عبد الرحمن، مرحبا سلام وصديقنا سي تميم، واهلا وسهلا بالمستمعين الكرام. انا قدمتك من سيدي يوسف بن علي، ما بغيتش نقول نبيل الخفيقي الصحفي الرياضي والإعلامي. باش ما قدمت شوف خليتك في الحومة. فخامة الاسم لوحده تكفي. لا يخطيك، الله يبارك في تامين، شكرا لك جزيلا أخي، شكرا لك نبيل وما يحميه من نوبل. لا وشكرا لك على المجهود وعلى الذاكره اللي عاود حميتي ولقيتينا مره اخرى مع السي سلام الذي غاب عنا. وبالمناسبه كنهنئو بهذاك راه ولا من رواد توثيق بلادنا، هو الحمد لله القاضي، ويعجبني حتى السيد القاضي حتى هو دخل الميدان، وجميل انك تشوف نجاح الزملاء بالمدينه وتشوف الانجازات ديالك. هو واخا مشى للدار البيضاء ما نسالهش بعدا، بقى عاقل علينا. القافله تشرفت بوجودك اخويا سيدي نبيل، بوجود واحد المجموعه نتاع الاخوان، واكيد اكيد انك ستكون معنا في المحطه المقبله، لان هذا شرف لنا وانت قيمه مضافه. لا خطك سامي، نمشيو للنسخه الثانيه تكريم لهذا الشخص اللي صديق ديالنا، واعتقد الكل كيتكلم عليه بالخير. رجل كان صديق رياضي ماشي على مستوى مدينه مراكش ولكن على مستوى الوطن او على مستوى المملكه، صداقه كبيره مع جميع الانديه، مع الرؤساء، مع اللاعبين، الى غير ذلك. تفضل سي نبيل. طيب سي عبد الرحمن، اولا جمعيه المصلى هي جمعيه من ابناء الحي. تمام، أبناء اسم على مسمى. بالفعل هذه المصلى نسبة، الناس اللي كتسأل هذه نسبة إلى ملعب المصلى التاريخي، بالفعل هذه المصلى نسبة، الناس اللي كتسأل هذه نسبة إلى ملعب المصلى التاريخي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، واللي كانوا كيلعبوا فيه الأحياء، وجميع اللاعبين الدوليين لعبوا في المصلى. سو القيدي، سو اللعابة كثار اللي لعبوا في المصلى، وسي تميم حتى هو كان كنصور لعب واقيلا في المصلى. أكيد أكيد أكيد. إذا بقات هاد جمعية أمام المصلى، هذا من الفرق اللي كانت كتنشط البطولة بديك الفترة، وبقى هذا الاسم عزيز على الإخوان فيهم اللي وصل لسن التقاعد والمتقاعدين، وكاين إخوان أخرين، وحنا جينا يعني واحد المجموعة، وتم يعني الاتفاق على أساس أنه تكون جمعية أمام المصلى، واللي كيقودها سي محمد الخدوي، ومجموعة فيها مجموعة ديال الإخوان اللي كانوا لاعبين سابقين. طيب علاش سي عزيز العميم؟ سي عزيز العميم
كان يمثل بالنسبة لنا في الحي هو الجامعة. جامعة كرة القدم اللي كنا كنسمعوا بها كنا كنعرفوها عن طريق السعادي الزعمي، لأن المكان اللي كيشتغل فيه وهذاك المحل اللي كيبيع فيه الألبسة الرياضية تم في هذاك المكان، تم تحليل مباريات، تم تكوين مكاتب، تم اكتشاف لاعبين، تم يعني إجراء حوارات صحفية، تم يعني صلح ذات البين بين مجموعة من المسيرين اللي كانت يتجهون عزيز العميم. عزيز العميم كان واحد ظاهرة فريدة من النوع ديالها، ابتسامة عزيز العميم التي لا تفارقه في أحلك الظروف تجد عزيز العميم يبتسم دائما. عزيز العميم مع مرجي عنده المحل دياله وتلقى عزيز العميم يشكي وليك واللي تلقى في شي جو حينما تصادفه يبتسم. والسعد الرحمن والمستمع الكرام لم تفارقه الابتسامة حتى حينما كان يودع لدار البقاء. زرنا السي عزيز العميم وكان مصابا بمرض عضال، فوجدنا عزيز العميم بحليق الرأس ولكن لم تغيب عنه ابتسامته. عزيز العميم معه كان فيه بلاعب مع مرض سمع منه شي كلمة ماشي يادك. عزيز العميم ساعد العديد من المواهب الكرويه في سيديس بن علي وفي مراكش. عزيز العميم عنده شفنا اللاعبين الدوليين في هذاك المكان اللي كان تبيع فيه الالبسه الرياضيه، كانوا كيجيو المسيرين وكيجيو الضيوف من خارج من ربوع المملكه، لاعبون دوليين كنا تنشوفو غير في التلفازه كنشوفو عند عزيز العميم. ولهذا فبقينا حنا وفيين حنا والاخوان اللي كيعرفوا السي عزيز العميم، وخدينا على عاتقنا باش يكون الدوره الثانيه ديال هذا الدوري. وبغينا بالمناسبة عن طريق إذاعة مراكش وعن طريق البرنامج ديال السي عبد الرحمن باش نوجه الدعوة للإخوان والأصدقاء والأحباء ديال عزيز العميم باش يحضروا معنا الندوة الفكرية اللي غتقام بالمكان ديال المكتبة الوسائط ديال سيديس بن علي نهار الخميس 26 أكتوبر، يعني هذا الأسبوع عن طريق الساعة الخامسة، وغادي نخصوها لكرة القدم سيدي سبن علي فرق الأحياء العصبة الهوات أي مستقبل. علاش خدينا هذا الموضوع السعد أحباب؟ خديناه لأنه كتعرف على أن سيدي سبن علي كانت 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 بلدية، بعد ذلك ولات عمالة، بعد عمالة ولات دابا مقاطعة. وفي ظل هذه الفترة كاملة فرق الأحياء هي اللي كانت نشيطة فيها، من بعد ذلك كانت رجع سيدي سبن علي النادي البلدي المجد مراكش للفريق التاريخي لمجد مراكش، بعد ذلك صعبات النادي البلدي سيدي بن علي صعد الهوات وقف الهوات ورجع بحاله، لعبوا مجموعه ديال الفرق، لعبوا البراج وما كيصعدوش، وظل الوضع على ما هو عليه، ما فاتش الفرق العصبه صعدوش، وظل الوضع على ما هو عليه، ما فاتش الفرق العصبه الهوات فقط. وبغينا تكون مناسبه باش يتم تكريم واحد السيد اللي هو كنعتبره هو من دمنات، هو من دمنات ولكن لعب في سيدي بن علي، عسكر في سيدي بن علي ولعبنا والفتره ديالو كامله ديال الطفوله ديال الصيبه ديالو وديال الفاك اللي كان كيقرا، كان مقيم سيدي بن علي وكيلعب مع المجد وحمل قميص فرق ديال الاحياء وباقي وعنده علاقات مع ناس كثير بسيدي بن علي، وحنا كنحسبوا دائما رغم انه هو في دمنات ولكن دائما حنا كنعتبروه لانه سيدي بن علي اللي هو في نور الدين السبع رئيس اللجنه الجهويه للتحكيم. وبغينا في هذه المناسبه باش يحضروا الزملاء والاخوان باش نفكر ونناقش ونتكلموا على هذا، وهي الندوه غتكون اكثر حواريه وتفاعليه اكثر ما هي ندوه غادي نعطيو فيها. حنا بغينا نتابعوا سي عبد الرحمن، نتابعوا سي تامين، نتابعوا مجموعه ديال الاخوان، سي سلام مجموعه ديال الاخوان نتابعوا اليوم بهذه المناسبه، وسي تيم سكريم مجموعه من 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 الاسماء وغادي نتشرفوا بالحضور ديالو. دوري السعد الرحمن غادي ينطلق. انا تارتني سي نبيل، تارتني هذه المجموعه ديال الاسماء ديال الفرق اللي غتاثث الفضاء ديال هذه النسخه الثانيه ديال المرحوم العميم، من بينها امل المصلى، جمعيه قدماء لاعبي المشوار القصبه، جمعيه رياضه وصداقه، جمعيه قدماء لاعبي ومصيري كره القدم بمراكش، قدماء وفاق اطلس، جمعيه الانماء، جمعيه السعد والرجاء، الجمعيه الرياضيه سيدي يوسف بن علي، والإنماء تماما، والمباريات اللي غتقام في الملعب ديال القرب منتزه سيدي سبن علي. منتزه سيدي سبن علي. تفضل. وهذه المناسبه سي عبد الرحمن
الرحمن قدر. انا بغيت نطحم اليوم موضوع الختابره مناسبه نطحموا على سي عبد الحق الابيض اللاعب الدولي السابق والمؤثر والمربي عن طريق وفاق اطلس. وبالمناسبه الفرق المشاركه لا خديت مثلا قدام الرجاء والسعد راه سي سالم يكون عارف هادو جوج الفرق كانوا الرجاء والسعد كانوا جوج فرق ديال الاحياء تاريخيه اعطت يعني مجموعه من الاسماء وبغينا بهذه المناسبه باش نستحضروا هذاك التاريخ ديال 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 هاد الفرق ديال الاحياء اللي كانت في هذاك ديك الفتره. الدوري غينطلق نهار الجمعه وغادي يكون فيه ربع النهايه نصف النهايه ثم النهايه والنهايه غادي يحتضنها الملعب القرب سيدي سبن علي. اخيرا سي عبد الرحمن بغيت نشكر كل الاخوان وكل جهات مقاطعه سيدي سبن علي ولا كذلك المجلس الجماعي ولا الاخوان اللي السي الحلوي الرئيس السابق لفريق النادي القنيطري وهذا الشخص هذا اللي هو كان صديق حميم ديال السي العميم اللي اتصل بنا وعلمنا على انه يساعد وغادي يكون في الدوري ومجموعه ديال الجهات اللي اتصلت بالجمعيه وتوثق مع الجمعيه لانجاح هذا الدوري. وبالمناسبه كنجدوا التعازي ديالنا والترحم على السي علي العميم وعلى العائله ديالو وعلى ولده سي طه الحارس اللي كان حارس وكان كيشوف فيه على انه اليوم راه هو الخلف ديالو هو اللي كنمشيو كنشموا فيه الريحه ديال السي علي العميم. وشكرا جزيلا للاخوان الزوال اللي تفاعلوا معنا واللي خداو حتى هما واللي داروا يعني الاخبار بهذا الدوري. شكرا وهنيئا للسي سلام وهنيئا لقافله الخير للمبادرات اللي غاديه وكنتمناو على ما تستمر هذه المبادرات. شكرا جزيلا سي عبد الرحمن. الحديث معك شيق ولكن لا يخطيك. شكرا لك. شكرا لك جزيلا. بالامكان ناخذ وقت اكثر من هذا ولكن الوقت لا يسمح. شكرا لك سي نبيل الخافقي. نتمنى ان شاء الله لهذا الدوري ديال المرحوم عزيز العميم او النسخه الثانيه ديال هذا الدوري كامل التوفيق والنجاح.